من مثلث الشر طلبت من تركيا رسميا دعما جويا وبريا وبحريا. حكومة الوفاق تطلب رسميا من تركيا دعم جوي وبري وبحري لمواجهة حفتر المدعوم من عصابة الشر. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مسؤولا في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس قال أن حكومة فايز السراج طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري. طبيعي أن تطلب الحكومة الشرعية من تركيا الدعم العسكري، هناك اتفاق مبرم وافق عليه البرلمان التركي والبرلمان الليبي في طرابلس. تركيا بدورها ردت بالموافقة على هذا الطلب، لكن الموافقة النهائية بعد عرضه على البرلمان التركي، لازم البرلمان التركي يصوت بالموافقة زي ما حصل في إرسال الجنود لقطر. وهي دي المفارقة، لا الإمارات فيها برلمان يحاسب ابن زايد في دعمه وجرمه، ولا مصر فيها برطمان يحاسب العصابة لا على التفريط في الأرض ولا العرض ولا في الغاز ولا في النيل ولا في أي حاجة. وتركيا رغم الاتفاقية اللي بينها وبين حكومة الوفاق اللي اعتمدها البرلمان ما تقدرش تبعت قوات عسكرية لليبيا إلا بعد موافقة تانية من البرلمان. فرق بين الدول والأي حاجة. رجب طيب أردوغان البرلمان التركي سيصوت على إرسال قوات لليبيا، واللي هيوافق عليه البرلمان هتنفذ الحكومة. كان من المفترض أن يرد البرلمان على الطلب الليبي في 8 يناير المقبل، لكن بناء على طلب من الرئاسة التركية للبرلمان طلبوا أن دراسة الموضوع والتصويت فيه يكون بحد أقصى 2 يناير المقبل. 2 يناير المقبل يعني يوم الخميس اللي جاي. بناء على طلب ليبيا البرلمان بيستعجل التصويت. لماذا الدعم ولماذا جاء الطلب بدعم سريع؟ لأن ببساطة حفتر تلقى دعم قوي من مصر والإمارات في الأيام اللي فاتت، دعم عسكري لحفتر وجنود مرتزقة بالأدلة، روس وأوكران وتشاديين. مشاهد الدعم القوي ماليا وعسكريا لميليشيات حفتر هنشوفها مع بعض النهاردة، وهو ده الفرق الواضح اللي هنتكلم عنه. تركيا تدعم حكومة شرعية، وللأسف للأسف للأسف مصر والإمارات بتدعم ميليشيات وسفاحين منقلبين مش معترف بيهم دوليا، عصابة. بل إن مصر والإمارات هم اللي شكلوا العصابة، هم اللي جابوا حفتر، جابوه من النيش، طلعوه ذو الجنسية الأمريكية، وعملوا له الميليشيات اللي انتوا شايفينها ده. يطلع حد يقول لك ايه ده، هو انت مش هتدعم مصر؟ دعم مصر، كنا دعمنا مصر في الانقلاب. بقى سؤال عبيط ومجنون حقيقه، يعني دعم مصر؟ دعم مصر في ايه؟ لا بجد والله، وهي العصابه اللي بتحكم دي هي مصر؟ مصر انقى واشرف واطيب واكثر احتراما واكثر تاريخا من هذه العصابه النكسه اللي بتحكم، اللي بتؤيد كل شيء حقير بيحدث. مصر بتؤيد الانقلاب، لا ملت اطلاقا من تكرار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مسامح حضراتكم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ونحن ننصر مصر ظالمه او مظلومه. طب مصر ظالمه دلوقتي، بننصرها؟ طبعا بننصرها بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا عرفنا يا رسول الله كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال له ترد عن ظلمه. هي دي النصر الحقيقية، نقطة ومن أول السطر من غير أي رغي، جملة لا تحتمل أي رغي. طب تعالى بقى للعقل والمنطق، يقول لك إنك لما تيجي تدعم ادعم الشعب الليبي، ادعم إخواتك وأهلك، مش تدعم حفتر اللي بيقتل في الشعب الليبي بمرتزقة روس وأوكرانيين. لا علي. طب ما كنا نأيد مصر بقى في اتفاقيتها مع أثيوبيا، ونأيد مصر في تنازلها عن تيران وصنافير، ونأيد جيش مصر في انقلابه على الشرعية وانقلابه على الدستور ومشاريعه التجارية. نحن ننصر مصر في كل الحاجات، وخصوصا لما تكون ظالمة، النصرة هنا واجبة. هذه الميليشيات تحدث عنها أردوغان، واللي اتكلم عن ان دعم تركيا ليبيا جاء بعد طلب من حكومة شرعية منتخبة يعترف بها العالم. اما شو عنده ده سوري اولارز
Dün de sordular. Asker gönderecek misiniz? Biz de ne diyoruz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Çünkü inşallah meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini meclisimize sunacağız. Ve inşallah 8'inde 9'unda neyse meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. رئاسة تركيا كانت تتحدث عن 8 و9 يناير. البرلمان نظرا للوضع أو الدعم غير المسبوق للمجرم حفتر، المرجح أنه يجتمع يوم 2 يناير اللي هو يوم الخميس المقبل بإذن الله. بعد تصريحات أردوغان الجيش التركي على موعد مرتقب للذهاب والعبور لليبيا. الجيش التركي يعلن جاهزيته للعبور لليبيا والمعارك تتجدد بطرابلس وقوات حفتر تتراجع. أردوغان تحدث بوضوح فوق الوضوح أن تركيا لن تسمح بحدوث انقلاب في ليبيا زي اللي حصل في مصر. هدعم ده ولا ما دعموش؟ احنا مش مع أي انقلاب مهما كان من طرفه، هكذا قل. زي ما في اللحظة الأولى اللي كان الانقلاب هنا يحيط بتركيا ويحيط بالشعب ويحيط بالمقيمين، إحاطة الثوار بالمعصم، من أول لحظة قلنا إن احنا ضد الانقلاب. أي انقلاب خلاص، يعني أي انقلاب لا يحمل إلا الوبال والثبور. تعلمنا من الدرس، درس لن ينسى ليوم الدين. هي دي المعادلة اللي الكل لازم يفهمها. فرق السماء والأرض بين دولة تتدخل لإنقاذ ومساعدة شعب وبين من يدعم شوية مرتزقة وسفاحين ومجرمين ما فتئوا يقتلون شعبهم. بتحدث عن حفتر. bütün bunlar bir savaş baronuna yardım ediyor. Biz ülkenin meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu. Gerçi bunlar Mısır'da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişlerdi, hatırlayın. İnşallah Libya'da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. الموقف بقول لك وضوح فوق الوضوح. هذا الموقف تاخذه تركيا من يوليو 2013 ولم تحيد عنه ضد اي انقلاب. ليس سرا ان تركيا موقفها من مصر قد تكون خسرت فيه كتير جدا اقتصاديا. مصر بيدعمها ايه؟ اثرياء المنطقه والصهاينه. ده كفيله لخساره كبيره على كل المستويات. ومع ذلك تركيا عضت على النواجد وفضلت رافضه الانقلاب، وهو ده المشهد اللي بيتكرر في ليبيا. بعد تصريحات اردوغان والطلب الرسمي اللي جه من حكومه الوفاق بطلب دعم عسكري تحديدا، الجنرال المنقلب في مصر اتصل بترامب وبتوني عشان يطلب منه ان يمنع التدخل الخارجي. ورئيس عبد الفتاح السيسي اجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الامريكي دونالد ترامب، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه انه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الاقليميه خاصه الوضع في ليبيا. تدخل مصري مشروع والاماراتي مشروع، ودي الميليشيات غير الشرعيه. ببساطه يا جماعه، هذه الانظمه تحارب الاسلام السياسي، والموضوع كبر معاها وصل لمرحله انها بقت تحارب الاسلام. انت عارف الموضوع احيانا يفلت منك بغض النظر على في نيتهم، بقى الحكايه حرب على الاسلام نفسه. ما في الاول الاسلام السياسي انه شايف هيبتلع الحكم العسكري وحكم الـ 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 الامراء والملوك. دي ببساطه يعني الموضوع كله في كلمتين. فحاربوا الاسلام السياسي، بداوا حاربوا مش مع بدايه الثورات، بداوا من الجزائر 89 90 الإسلام السياسي. الإسلام السياسي أي ما يتعمل أي انتخابات بيصعد، فيقوموا محاربينه. بقع دم بقى، بقعة الدم الأكبر العشرية البيضاء في الجزائر من 90 ل 2000، وبعدين من بدأت الثورات العربية، من بعد الثورات العربية وبدأت بانقلاب مصر محاربة الإسلام السياسي. الموضوع كبر معهم بقى،
محاربة الإسلام في حد ذاته وتمجيد أي حاجة تانية. معبد إحنا مع المعابد. كنيس يهودي إحنا مع البتاء، إحنا مع دي أي حاجة. نحذر الغرب من المساجد اللي هنا. موضوع كبر. ما أنت مشكلة إنه طريق مليء بالقذرات فأنت قاعد تكمل فيه، فالموضوع كبر لمحاربة الإسلام. هي دي الحكاية. المشكلة الحقيقية إن حفتر كل انقلابه العسكري قايم على دعم خارجي، واللي بيتحرك معاه مش عساكر ليبيين، جنود خارجيين برضو. تخيل حضرتك، يعني هو صناعة خارجية ومعهوش جيش، اللي يقولك الجيش الليبي الحر أو الجيش الليبي البزراميط، معهوش جيش ليبي، الوطني. الوطني وطني أحبابتك يا وطني. وكل حاجة خارجية، كل حاجة صناعة خارجية. بقول لك حفتر معاك الجنسية الأمريكية، يعني في أي تاني؟ كله خارجي. الساعات اللي فاتت عشان أوريك المرتزقة، حكومة الوفاق أسرت عدد من المرتزقة الأجانب والميليشيات الداعمة لحفتر. تم أسر عدد من المرتزقة الأجانب اللي موجودين في الميليشيات الداعمة لحفتر. مشاهد كتيرة بثت أمس واليوم عن مرتزقة خرجوا من في طريقهم من مطار بنينة، في طريقهم لبني وليد، ومن ثم إلى ترهونة. مرتزقة بالمئات دفع ثمنهم الإمارات والسعودية وجابهم حفتر لقتل الشعب الليبي. الله أكبر الله أكبر. مرتزقة كنكا مين خندوس؟ خندوس عليه مكتب عشان مكنا سير مرتزقة جارين. الغريب ان هؤلاء المرتزقة بينضموا لميليشيات خليفة، بيفتخروا خليفة حفتر وبيفتخر بقتلهم وسحقهم للشعب الليبي. ميليشيات حفتر هتفت لبوتين بتلك الطريقة. دي بعض اللقطات. شكرا جزيلا. روسيا 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 دوبري دوبري. شكرا جزيلا. دكتور كراني هنا والله مفروض انت تشوف. والله بوتين 100% بوتين 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 روسيا بوتين 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 روسيا روسيا روسيا. شكرا جزيلا. هذه الميليشيات بتهتف لبوتين. الهجوم لم يكن من الإعلام المصري فقط، الهجوم كان من الإعلام الشقيق. لا مش الإماراتي، بتستعجل انت. قصف بقصف، دانة بدانة، مدفع بمدفع من الإعلام المصري والإعلام الإسرائيلي الشقيق. تجليش عليموت قد كما اردوان عمر خبرين יש لي اسكان بنلومي اما تم نخلصين للشطح الادم אני יורה. הוא יכול להצויד קודם כל, אבל אני גם רוצה לומר לך משהו. הוא גם מכין את התשתית בחברה הטורקית. כשאנחנו מסתכלים לכל מיני סרטונים, או ליתר דיוק התרבות הפופולרית הטורקית, אנחנו רואים את כל מיני סרטונים של מדע בדיוני, כן? אז מלחמה עתידית בין ישראל לטורקיה, איפה זה עומד להתרחש? במזרח ים התיכון. יש אפילו ספרים, כאילו, כן, על, על, כן. על התסריטים האלה. בסופו של דבר, הטורקים חושבים שהיוונים הקפריסאים והיוונים משתמשים במדינת ישראל כסוג של מגן מפני טורקיה, כי לישראל, מן הסתם, יש את הכוח הפוליטי וליוונים אין. אז בסופו של דבר, בוא נגיד, יש לנו פה, נוצרה איזשהו מחנה משותף חדש. בין מצרים, ישראל, קפריסים ויוון, והמחנה המשותף חוץ מגז זה העמדה האנטי-ארדואנית. احنا بنجتمع على حاجتين احنا ومصر. عشان الغاز اللي احنا خدناه من مصر، وعشان احنا الاتنين بنكره اردوغان. اردوغان اللي بيهددنا طبقا للمحلل الصهيوني ان لو دخلتوا الخط الاحمر هضربكم بالنار. خط الأحمر اللي نتج من إيه؟ من اتفاقية ليبيا وتركيا البحرية. إحنا عملنا حلف، إحنا عملنا حلف
بين قبرص واليونان ومصر بنجتمع على حاجتين، عشان الغاز وعشان كلنا بنكره أردوغان. أنا من افترض انك جاي دلوقتي كنت مصاب بغيبوبة، اتولدت دلوقتي وبقيت بتفهم، فعايز تعرف انت فين. سيبك من اي حاجة، اسرائيل بتكره مين؟ أردوغان، يبقى انت تحبه. اسرائيل بتحب مين؟ السيسي، يبقى انت تكرهه. مش هي مش دي المعادلة البسيطة العبيطة اللي اي حد المفروض يتعامل بيها؟ مش هي دي المعادلة؟ اللي تحبه اسرائيل احنا هنكرهه، واللي تكرهه اسرائيل احنا هنحبه، بس كده، بس كده. بعدين تخش في التفاصيل. المرتزقة مع حفتر لم يكونوا روس فقط، مرتزقة من كل مكان، مرتزقة من أوكرانيا، حفتر بفلوس الإمارات ومساندة مصر والسعودية جلب مرتزقة أوكرانيين لقتل وقمع الشعب الليبي وانتهاك حرماته. مشاهد مصورة وجدت على هواتف أحد الأسرى اللي وقعوا أمس في قبضة حكومة الوفاق الشرعية، فظهرت تلك الفيديوهات. مرتزقة الأوكران أكدوا أنهم جايين للضرب، ضرب في الشعب، الشعب الليبي، زي القذافي كده. المهم ان احنا هنقبض. ده قالوه في الفيديو اللي تم تسريبه. اوكرانيا كم طاقم حفتر؟ خليفة حفتر، جنرال حفتر. يلا خذ الكتاب. كم عطيكم حفتر أنت؟ اسمع، أنت تجيني من روسيا هنا خاطر قدافي بس ولا؟ قولها أنت. قدافي. أنت تبي فلوس؟ ني ماني. أنت تبي فايصل راي؟ بوطي يا ماني. أمي يا ماني. اسمع الجو. حفتر 100 حفتر. قدافي 100. قدافي يو فروم مكرانيا تولي هو لا فروم مكرانيا هذا نو اندرستاند كل حاجه. كم عطيكم حفتر رجعت حاربوا معنا انتم؟ كم عطيكم حفتر يو فطار قريبه حفتر يا روس؟ طبعا تغيير الصوت انتم فاهمين ايه سببه. الأوكران الحق يقال حفتر بفلوس الإمارات ما خلاش في نفسهم أي حاجة، فلوس، متعة ومخدرات، حتى المخدرات بيوفرها لهم. هي ناس جاية بشنطة هدومها، هي شنطة هدومها، سلاح، متعة، فلوس، مخدرات. اعترفوا ان هم حفتر بيجيب لهم المخدرات حشيش وكده بقى عشان ما يبقاش في حاجة نقصاهم، عشان يقدوا مهمتهم في قتل الشعب الليبي والانقلاب على الحكومة الشرعية يقدوها بإخلاص. شم مدير شم حشيش نطو هذا نطو هذا شوية هذا 200 جنيه هذا شوية اسمع كلم حفتة جيب حشيش كبير شوية مدير بس بجاح شهور مجمعة ولا جبول ميكي فكرة خدمة إكسترا هيا متكاملة.
فول بورد كل حاجة. حكومة الوفاق التي تدافع عن الشعب الليبي وعن الشرعية في الأراضي الليبية لم تترك تلك الأراضي مرتعا للمرتزقة المجندين مع المنقلب حفتر. تم أسر وقتل العشرات من جنود خليفة حفتر في 48 ساعة اللي فاتت. تعالوا نشاهد سويا ماذا فعلت حكومة الوفاق بهؤلاء المرتزقة. اطلع بسرعة يا راجل. هيا اطلع يا روز. جو هذا المطلع محشيك. وين كار سيارة وين؟ سيارة وين؟ هيا اطلع. هيا جو. Oh my God, what's this? Go. هيا مستهدفين يا خلاص اطلع يا راجل انت وياه. انت شيخ سيف عبد الناصر. ايه بتعمل كلاش شنو؟ اوكي انا ام سوري. ام والله. لا حول الله. للتأكيد كل هؤلاء المقبوض عليهم والمصابين من مرتزقة اللي دفع الإمارات فلوسهم لخليفة عشان في خليفة حفتر يساندوا خليفة حفتر. هيا اطلع انت وياه. لا يا راجل نو. والله طيارة بكي طيارة. كل هذا 23 حرقاتك يا راجل. الدنيا ليلة هول شبح. والله طيارة. والله طيارة. اطلع ما ندرى الطيارة. اطلع حوش مستهدف. اطلع انت وياك. مش بس المرتزقة الروس ولا الاوكران. مدرعات الاماراتية اللي بحوذة المنقلب حفتر كانت هدف واضح لحكومة الوفاق الليبية.